أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في حديث الذباب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه إذا وقع على الشراب، هل الأمر للوجوب؟ وإذا كان غير ذلك فما هو الصارف له عن الوجوب؟ الأمر ما هو للوجوب، للاستحباب. إن رغبت بالشراب هذا استعماله فأغمس الذباب واشرب شرابك، أو إن كان أحد يستعمله ففي إراقته إضاعة للمال، إراقته إضاعة للمال، والعلاج هو أن تغمسه ويزول المحذور. فأنت اغمسه كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شئت فاشربه، وإن لم تشأ فدعه يشربه غيرك، ولا تتلف هذا المال. نعم، وهذا من باب الاستحباب، لا ما هو من باب الوجوب. يعني إنك لو نثرته تأثم؟ لا، لكن خالفت يعني السنة والمستحبة، والمستحب من فعله فله أجر، ومن تركه فلا إثم عليه. نعم.